يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج قانون اللعبة على القناة الرياضية. هذا البرنامج الرياضي اليومي المتخصص في كل الرياضات. في الجزء الأول تحدثنا عن الكارتيه بالنوع الأول، وهو القتال الوهمي الكاتا، وأنواع الكاتات وتأدية اللاعب لها وصولا إلى المرحلة اللي يوصلها. ولكن في حلقتنا الأخرى في كوميتيه، هذا النوع الثاني، عادة يقولون أدش كاراتيه واسمها اليد الفارغة واطلع فاضي. لا كابتن، ما تطلع فاضي. هو لا، هو بخاطر أنه يطق بوكس يعور اللي قدامه. الكوميتي راح نروح وياكم فيه إلى هذا الجزء. يتعور الخصم المنافس ولا ما يتعور؟ الحكي مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد الأربعان بعد البطاقة التعريفية. خلونا نرحب مرة أخرى في الجزء الآخر في رياضة الكاراتيه بالدكتور الكابتن محمد الأربعان. حياك الله كابتن. الله يحييك ويعطيك. نورتنا مرة أخرى. الجزء هذا راح يتخصص إلى القتال الحقيقي اللي هو الكوميتي. في قتال حقيقي، بس شخصيا أدري إنه ما في كسر، ما في جرح، والله بس كنا تهويشة أو فيها ضربة بس خفيفة، هل هذا صحيح؟ بالبداية بدنا احنا نعرفكم عن شنو هو الكوميتي. نعم. الكوميتي هو عبارة عن قتال فعلي ما بين شخصين نفس الوزن ونفس الفئة العمرية. حلو. القتال الفعلي محكوم بقانون معين، والقانون هدفه الأساسي حماية اللاعب. حلو. إذا أنت كنت تمتلك المهارات أنك أنت تلعب مع لاعب وتأخذ منه نقطة بدون ما تعوره، فهذا يدل على دقتك وإمكانياتك. صح. في أداء المهارة. موهر. وهذا اللي يميز فعلا لاعب عن لاعب. نعم. وهذا هو المطلوب في القانون. حلو. أما التجاوزات الثانية فإذا في حالة إذا أنت أصبت اللاعب ففي الحالة أنت راح تأخذ عقوبة أو جزاء، ففي الحالة أنت راح تنحرم من البطولة احتمال. فهني اللاعب دائما يحافظ على المعايير الأساسية لاتخاذ النقطة أو لأثناء الهجوم. حلو. فهذه الأمور جدا أساسية عند اللاعب، والمدرب له دور كبير أن ينمي هذا الفكر عند اللاعب. نعم. ويطوره عشان يقدر اللاعب أنه يستمر من لعبة إلى لعبة حتى وصوله إلى إن شاء الله التتويج. دكتور، شديتني بنقطة أنت تفضل فيها، قلت لي لازم يكون بنفس الوزن ونفس الفئة العمرية. نعم. يعني 15 سنة، بالوزن خلينا نقول 60 60. نعم. إذا أنا عمري 17 بس وزني 60، ما أقدر أباري أبو 15 سنة؟ لا، إحنا عندنا طبعاً عندنا أربع فئات اللي هما الأشبال والشباب والناشئين، وعندنا العمومي. حلو. إذا أنت كان عمرك كبير على سبيل المثال من 18 وفوق، أي، فأنت ممكن تلعب من 18 ل 20 25 30، ما في أي مشكلة، لكن تكون نفس الوزن بحيث أن تكون المهارة أو الهجوم أو الضربة تكون مناسبة على الخصم اللي قدامك. صحيح. فما أقدر بس أنزل بعمري، ما مع اللي تنزل تحت، مع عمرك، لأن ولكن مع اللي فوق. بالضبط. ممتاز. أروح الآن إلى القوانين الرئيسية. أول شيء بداية، كم حكم يكون متواجد في، خلينا نقول شو تسمونها؟ بالبساط. بالبساط. نعم. واحد حلب واحد بساط. بالضبط. فالمسميات كثيرة. في البساط كم حكم يكون متواجد أثناء المسابقة؟ طبعاً اللي يدير المباريات 5 حكام. حلو. وفي الكنسل اللي هو مراقب الحكام يكون موجود برا، 6 حكام. حلو. بالإضافة إلى إذا كانت الفئة فئة عمومي، يكون عندنا 2 فيديو ريفيو و2 مسجلين، وعندنا رئيس البساط واقف. تمام. يعني 11 حكم يتابع المباراة هذه. ممتاز ما شاء الله. هل شغلكم أرقام ولا أعلام؟ أعلام. 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 اللونين شنو؟ اللونين عندنا أكا وأو. الأكا هو الأحمر والأو هو الأزرق. حلو. هذا بأي لغة دكتور؟ هذا كله بالياباني. كل شغلنا بالياباني. أكا. أكا أحمر. أحمر. أو أزرق. خلنا نحفظها شباب. أكا أحمر وأو أزرق. على الأقل نحفظها الكلمتين بالياباني. ممكن تفيدنا يوم من الأيام. دكتور، أروح إلى ما بعد التحكيم، شلون يصير التقييم؟ هل ال 11 حكم يفصلون 6-5 مثلا بالنهاية إذا في حال تعادل؟ لا طبعا، إحنا تكلمنا أن ال 11 هو طاقم كامل، عندنا 2 مسجلين. صحيح. بالضبط، 2 مسجلين، 1 رئيس الإبساط، وهذا ما لهم علاقة نهائيا، زائد 2 مسجلين ما لهم علاقة على الطاولة. كم توتال هذين؟ إذا هذول 5. 5. عندنا 6 موجودين داخل الإبساط. ممتاز.
طبعا اللغة ما بين الحكم والقضاة هي لغة الإشارة. في حالة إذا اللاعب خذ نقطة يبدأ القاضي يعطي إشارة اتجاه اللاعب اللي خذ نقطة لتحت أو للنص أو لفوق. عندنا ثلاث نقاط، عندنا نقطة ونقطتين وثلاثة، ممتاز. كل واحدة باتجاه، إذا كانت نقطة واحدة فيأشر الحكم تحت بالعلم، وإذا كانت مثلا بمنطقة الشودان أو اللي هي يأخذ نقطتين فهي مستوى الكتف، والثلاث نقاط تكون فوق. على أي جزء تحدد عدد النقاط؟ يعني النقطة هذه هاللعبة أو الحركة نقطتين، أو الحركة الثالثة هاي ثلاث نقاط. أي مهارة تؤدى أو أي هجمة تؤدى بالإيد فهي نقطة واحدة، حلو. إلا بحالة واحدة، إلا إذا كان اللاعب على الأرض ودخلت عليه بإيدي أخذ ثلاث نقاط، هذه الحالة الوحيدة، حلو. لأن تكون أغلب الأوقات هي تكون يعني مهارة مركبة، ممكن إن أنا أهوش له وأدي الشبريلي من تحت وأخذ منه نقطة وهو على الأرض، فهذه تعتبر مهارة مركبة ممكن أخذ فيها ثلاث نقاط. أو إذا كانت الطقة بالريل بمنطقة المعدة فهني أخذ نقطتين، نقطتين بس بالريل، بس أخذ نقطتين. أما إذا كانت في المنطقة العلوية اللي هي الجودان، إحنا نسميها جودان، هي منطقة الوجه، نأخذ فيها ثلاث نقاط إذا كانت في الريل فقط، لكن نقطة واحدة سواء فوق أو تحت نأخذها نقطة واحدة بالإيد. دكتور، كل هالحركات والطق والنقاط وما يتعور اللي قدامي؟ إيه، لأن في قانون، القانون إذا 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 القانون كان صريح وواضح قدام اللاعب وكان ملتزم فيه فهذا الأمر فعلا يخلي. جميل، بروح إلى التقرير، بس والله شاتني شيء واحد وبقوله، يعني يقرقع إلا أقول. قوله. هالزين هذا كله والبدلة والكرافتة في حبل خيط طالع، شنو؟ هذا الخيط طبعا هذه صفارة، المفترض أن كل حكم يلتزم فيها، حلو. أثناء التحكيم. جميل. فهذا اللبس الرسمي لنا. إيه. بس هذا عشان كذي بشوف هذا من ضمن الرسمي، من ضمن الأمور الرسمية. كلكم عندكم حكام لازم الصفارة تكون سوداء والخيط يكون أبيض. بس. بس. خاطرة صفر فيها. خلنا نطلع بالتقرير وادي مع الدكتور محمد الأربعان. الكوميتي ويعني القتال باليابانية، وحرفيا تصارع الأيدي، وهي أحد الأقسام الثلاثة الرئيسية للكاراتيه والكيوهون والكاتا والكوميتي، وهي نوع من أنواع الفنون القتالية التي تمارس في البطولات الدولية، وهو جزء من الكاراتيه باستخدام القواعد الأساسية على الأداء والدقة في أسس القتال. ردينا وياكم مشاهدينا مع الدكتور محمد الأربعان الحكم الدولي في رياضة الكاراتيه. قانون الجزاءات من شنو يتكون؟ احنا عندنا نوعين من الجزاءات، عندنا التصنيف الأول والتصنيف الثاني. التصنيف الأول هو خاص باحتكاك اللاعب مع الاحتكاك الثاني أو تعرضه لإصابة. على سبيل المثال ان اللاعب هجم على اللاعب الثاني بركبته، أو هجم بكوعة، أو هجم برأسه، أو هجم على مفاصل اللاعب الآخر وصار فيه إصابة، فهذا معناه أن احتك اللاعب مع هاللاعب، فنعطي الجزاء الأول اللي هي إشارته بهالطريقة. حلو. وهذه الإشارة ممكن تدرج من إشارة رقم واحد أو الجزاء رقم واحد إلى رقم اثنين إلى رقم ثلاثة إذا تكرر الموضوع. جميل. وممكن أن احنا نعاقب اللاعب مرة واحدة نوصله إلى العقوبة النهائية في حالة كانت الإصابة جداً كبيرة. حلو. بالنسبة للتصنيف الثاني هو اللي ما يكون في احتكاك نهائيا. نعم. على سبيل المثال خروج اللاعب برا الملعب، المسك، لعب سلبي، يعني منها اللعب السلبي. هو مو لعب سلبي كثر ما هو ما في احتكاك، يعني ما في إصابة للاعب الثاني. جميل. ما أصبت اللاعب الثاني، ممكن انا اطلع مو قاعد تاخذ نقطة. اي بالضبط. انا حاليا قاعد يعني العب بالملعب لكن مو اللعب المطلوب الفعلي بالضبط، او اني انا قاعد اخالف القانون. فممكن المخالفه هذه تعتبر من التصنيف الثاني. مده النزال ما بين المتنافسين ايش كثر دكتور؟ تفرق من فئه لفئه، عندنا فئه الاشبال دقيقه ونص، عندنا الناشئين والشباب دقيقتين، عندنا فئه العموم ثلاث دقائق. حلو. المعروف اللبس الابيض في رياضه الكاراتيه، بس اذا في متنافسين اثنين شنو الالوان اللي يلبسونها؟ هو نفس اللبس الابيض، لكن مثل ما احنا قلنا ان احنا نميز اللاعب عن لاعب ثاني بالحزام، اكا واو، الاكا اللي هو الاحمر والاو اللي هو الازرق. يلبسهم بالضبط. ولا هي شريطه مثلا؟ لا لا لا، يلبس الحزام. اذا انا حزام اسود اقبل على نفسي البس الازرق عادي؟ اي نعم، لان هذه شروط، هذه قوانين داخل اللعبه. تميز لاعب عن لاعب. هذه الرياضة فيها تواضع دكتور ولا فيها غرور وتكبر؟
اللون الأبيض اللي هم اختاروا ويكون اللبس الرسمي حق اللاعب، ميزته إنه يعطيك المضمون الصح اللي هو المفترض إنه يكون قلبك أبيض، مثل البدلة اللي أنت لابسها. جميل. لازم يكون عندك مغفرة، لازم يكون عندك تسامح، لازم يكون عندك إطاعة للحكم. في كثير من الأمور أو من القيم الأخلاقية المفترض أنك تلتزم فيها تكون أنك تلاعب الكاراتيه. إحنا قبل كنا نسمع أن لعبة الكاراتيه هي لعبة كلها عنف وكلها مثلا فيها هجوم على الناس، وأن صح. الواحد يبي يدخل عياله عشان يتعلم شلون يدافع عن نفسه. نعم. لكن هي بالأساس يعني فيها القيم، فيها الاحترام، فيها صح. الأخلاق، وفيها فيها 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 كثير من الأمور اللي تعزز القيم الأخلاقية عند اللاعب. يعني آخر الكلام اللي أنت تفضل فيه عن القيم هي فعلا القيم الرئيسية لكل رياضة، وليست خلينا نقول حق رياضة الكاراتيه. ولكن شخصيا من خلال بداية يعني في حياتي في أي رياضة كانت الكاراتيه، كنت يعني أستمد فعلا هذه القيم من خلال لعبي اليومي في رياضة الكاراتيه. كنت أحفظ هذه القيم بطريقة التدريبات، وأيضا حتى الكلام الشفهي من المدربين، فكان يغرسون هذه الأشياء، وفعلا كنت يعني أحافظ عليها قدر المستطاع لله الحمد. فكل الشكر لك، لأن فعلا أنت حضورك جميل، كلامك نظيف، لبسكم وكلامك وابتسامتك هي البيضة صراحة لنا، ورياضة الكاراتيه هي من تغرس هذه الأشياء أكثر أكيد بلا شك. يعني إحنا ما نخليها العامل الرئيسي في حياتنا، ولكن فعلا هي شيء مكمل لتربيتنا خلينا نقول الأسرية وفي ديرتنا الحبيبة الكويتية. فكل الشكر لك دكتور محمد الأربعان، اللي شخصيا أتشرف بوجودك ويانا في قانون اللعبة. يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة الجميلة. شكرا لك. أول إطلالة حقه في أي برنامج تلفزيوني، وتبارك الرحمن يعني من البداية يقول كذي كذي ترى محمد ها شوية ها، لا ما شاء الله أنا اللي كذي وهو ما شاء الله المسترسل تبارك الرحمن. على العموم وصلنا إلى الختام، نلتقي وياكم بحلقة أخرى ورياضة أخرى نسولف عنها بقوانينها المختلفة. فما الله.